السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا خويا. الله يسلمك. مرحبا فيك جوز. عائلة دراس لا هم اتصلوا بالفريق ولا هم شكوا همهم لأحد. النداء يأتي من حيث لا يحتسبون. نيش مفرحة الحريقة ماذا؟ دخان الحطب. أكنت تسخنوا بالحطب؟ ايه ما كانش الغاز في الدار هذه تسخنوا بالحطب؟ ايه فورون تاع الحطب. الله أكبر الله أكبر. معناتها هذاك الثلج اللي صب الخطره اللي فاتت وهذيك البرد هذاك قاعيتك بالحطب كامل فوته بالحطب ويخرج ولادتي واحد واحد. تخيل يخرج هذا التوأم زوج وبالشكاره تاعهم ويفتشوا منكش مكان يلقاو حطب. كاينين ساعات اخرين يجيبوا لنا هكا الجزره. كاين شتوينا البلاصه هذه لها كي تصب النو من الغرقه حتى كي يجيو الناس يعاونونا ما يقدروش يفوتوا. تغرق البلاصه تولي ما كاينش حتى طاكسي مثلا باش يجيبوا لنا قرعه تاع غاز. ولا كاين واحد النجار يسكن بعيد يديروا فينا باش يجيبوا لنا الحطب يوصلونا بالطاكسي تاع ما يقدروش يفوتوا. لا غادي يفوتوا. تما معزولين معزولين مدام. ايه. في الشتاء معزولين. الشتاء هي ما يجي لهنا ما هي القرعه تاع الغاز لازم يجيبوا لك ساعات اخرين يقعدوا بربع ايام في خمس ايام ما كانش قرعه تاع الغاز. وسمع الطفله هذه وسمع وسمع ريان. اروحي ريان اروحي بنتي. علاش كتبكي بنتي؟ علاش كتبكي؟ علاش كتبكي؟ الولاد يقراو وما راهم كيعلعب. الناس هاسي صافي تقعد وانا هاسي الولاد يشكال تاع الحطب غير باش يسخنوا. واش بكي بنتي؟ علاش كتبكي بنتي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا نشوف النار شعله. هذه النار تحرقنا وحده الليله من تحرقتو تاني تحرقتو تحرقنا الفرن هذاك تاع الحطب يساي زعما هذا باش يديرو بالمازوت. كب المازوت كي كب المازوت فاضلو صح شعلت فيه النار وكب. جاب ربي هذه الخزانه ما كانتش لذاك الوقت لهنا. ومن بعد حلينا تواقي ولبسنا الدنيا في الليل الحداش تاع الليل تشعلت النار هنا. من أين نبدأ حديثنا من حالة منزل استقبلنا بسواد ترك أثره على وجوه سبعة أبرياء وأم أنهكها الدهر؟ أم نبدأ بأطفال يجرون وراء دفء خارج بيت ووراء حطب في شوارع كانت رحيمة بهم؟ شحال عندك دراري مدام؟ سبعة. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. دونك عندك هذا واسمه فريد. فريد وهذه إيمان. ريان حنان وطفلة هذه كيان غير الان كيان حنان ريان وليد وإيمان وليد فريد وهذا شمس. وراني نشوف اللي هذا هو الشوفاج اللي ديروا به. الله اكبر. هذا هو اللي تسخنوا به؟ هذا هو اللي تسخنوا به بالحطب هكذا بالحطب ها او فيه ديجا الحطب خصنا نديروا المازوت يطلق الدخان ثاني. هاي كي تفوت لك تخيل. يا اله يا اله يا اله يا اله